أيضا هناك بيان صدر عن حركة حماس يتعلق بالمفاوضات والمباحثات الجارية، قالت أنها تدرس كذلك المقترح أو الرد الإسرائيلي الأخير الذي وصلها عبر الوسطاء. وفي ضمن بيانها قالت أنه ما زال الموقف الإسرائيلي متعنت فيما يتعلق بمطالب الفلسطينيين، وهي تشير في ذلك إلى موضوع وقف شامل لإطلاق النار وكذلك مطلب عودة النازحين إلى شمال القطاع. هذا قد يكون مؤشر الآخر أيضا لصعوبة المباحثات الحالية، ولا نعلم إلى أي مدى يمكن أن تذهب هذه المباحثات الأخيرة. التطورات الميدانية، القصف كما قلت هنادي يتواصل هذه الليلة، قصف مدفعي مركز هذه المرة على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ ساعات المبكرة لهذه الليلة حتى الساعة. هناك أيضا أصوات انفجارات تسمع في المناطق وأقصى مناطق شرق المدن والأحياء السكنية. مدينة خان يونس الأمر الآخر والمشهد الصعب فيها هو ما يتعلق بالبحث عن عشرات المفقودين في هذه المدينة. مع ساعات الليل تتوقف عملية البحث بسبب خطورة الأوضاع، ولأنه نتحدث عن استمرار لتحليق الطائرات الإسرائيلية والمسيرات الإسرائيلية كما نسمع صوتها الآن في مدينة رفح، وهذه يعني تنذر بإمكانية عملية استهداف أخرى لمواطنين في مناطق مختلفة، وإن كان هناك انسحاب لقوات برية إسرائيلية من مدينة خان يونس، وبالتالي الأعمال تتوقف في ساعات المساء. إضافة إلى ذلك أيضا أن طواقم الدفاع المدني لا تمتلك من الإمكانيات ما يخولها حتى العمل في النهار، فكيف سوف تعمل في الليل في ظل الظلام وعدم القدرة على الوصول مثل هذه المناطق. بالتالي ستستأنف عمليات البحث عن الشهداء والمفقودين صبيحة اليوم القادم، وهذا يعني أنه ربما عدد ضحايا هذا العدوان وهذا القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس سيرتفع أيضا. نتحدث اليوم عن تمكن المواطنين وأجهزة الفرق المختلفة، فرق الإنقاذ المختلفة، من انتشال عشرات الشهداء من مدينة خان يونس، لكن هناك عدد أكبر أيضا من المفقودين تحت ركام المنازل، وهذه قد تستغرق الكثير من الوقت لأننا نتحدث عن منازل مقصوفة متعدد الطوابق. وجثامين الشهداء بالعادة بعد هذه الأسابيع تكون متحللة، يعني حتى بعض الصور القاسية التي خرجت أن من عثروا على عائلات بكاملها تحت الركام، وجزء منها متحلل تماما ولم يبقى سوى عظام هؤلاء الشهداء الذي تم إخراجها من تحت ركام هذه المنازل. والقصص والحكايات أيضا تتعدد في هذا الاتجاه، قصص مأساوية صعبة لعائلات فلسطينية فقدت عدد كبير من أفراد عائلتها، وهي فقط تريد الآن أن يكون لهؤلاء الشهداء قبر فقط يستطيعوا زيارته في ما انتهت هذه الحرب الإسرائيلية. لكن يبدو أن الكثير منهم حتى الآن لم يجد حتى جثمان شهداء في هذه الغارات وهذا القصف الإسرائيلي، وبالتالي سيعاني كثير من الناس بحالة الفقد هذه لربما لسنوات طويلة بسبب هذه الحرب الإسرائيلية. شكرا لك صالح الناطور مراسل العربي من رفح.